مشاهدينا مساء الخير، برحب بكم وحلقة جديدة و90 دقيقة. النهاردة أعلن الأزهر خطة لمواجهة التطرف والإرهاب، أبرزها إطلاق المركز العالمي للفتاوى الإلكترونية وتوسيع نشر قوافل الدعاء بالمقاهي الثقافية، وتوجيهات لكبار العلماء بإعداد الأحكام الشرعية حول الأعمال الانتحارية. ومن المؤكد أن الأزهر هي المؤسسة الدينية الأم اللي أخرجت الكثير من العلماء والمفكرين اللي تتلمذ على أيديهم الكثير في العالم الإسلامي حتى في الدول اللي نزل فيها الوحي. من هنا يظل الأزهر هو أكبر منابر التنوير الإسلامي في عالمنا المعاصر على مدى أكثر من 1000 سنة. الأزهر كان وسيظل قلب الأمة الإسلامية اللي بيمد بشريانها بدماء المعرفة والثقافة والإسلام الوسطى المستنير. وحينما نتعرض إلى نقد بعض الظواهر أو معالجة بعض الأمور الدخيلة على هذه المؤسسة، فإننا نثق تماما ونؤمن يقينا أنه إذا شذ البعض لا ينسحب على الجميع. لذا أرجو أن يتسع صدر العلماء وصدر المفكرين وصدر الدعاء لحوار مجتمعي أساسه الحجة والمنطق والاقتناع لمواجهة التحديات التي نعيشها الآن، ولإرساء قواعد الإسلام السامح التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليسود في عالمنا الحب والوئام والسلام. وأقول لكل الذين يتكلمون عن الآخر بجهل، لا يوجد دين يدعو للحوار مع الآخر أكثر من الدين الإسلامي، والمخاطبة دائما تكون للناس. الإسلام يا سادة يخاطب العقول كافة ويطالبنا بالحوار مع الآخر وقبول الآخر. بقول كلامي ده بخصوص الجدل اللي صار حول حلقة أمس اللي كان فيها ضيوفي بدأوا يوجهوا اتهامات للأزهر واتكلموا عن بعض نقاط الضعف من وجهة نظرهم. كمان النهاردة بنفتح ملف خاص عن الحوار وتجديد الخطاب الديني في فقرة خاصة جدا بعد قليل.